معانا طبعا الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي او القائم باعمال المدير التنفيذي لنادي الاهلي. يا دكتور سعد ازي حضرتك يا فندم؟ مساء الخير يا كابتن اسلام، ومساء الخير على المشاهدين الكرام جماهير النادي الاهلي اللي بتشاهد قناتي. مساء الفل يا فندم. اولا خليني اسال حضرتك، متى تم تكوين هذه اللجنه وايه اللي حصل في اجتماع اليوم للعرض غدا على كابتن محمود الخطيب؟ يعني في الحقيقه خليني ابتدي كده واقول لحضرتك فعلا اللجنه اتشكلت ازاي. اتشكلت بقرار من مجلس الاداره بعد الفوز مباشره بالبطوله العاشره، وكان في قرار من مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود بتشكيل لجنه من مجموعه من الادارات اللي هتبقى مختصه او لها دور في تنظيم هذا الاحتفال. أيوة. اللي قد ايضا يشمل بعض الانجازات الرياضيه الاخرى، لكن احنا عندنا مجموعه من التطورات النهارده ناقشناها في حضور كل اعضاء اللجنه وفقا لقرار مجلس الاداره، وان شاء الله عندنا اجتماع غدا مع الكابتن محمود لعرض مجموعه التطورات لشكل وبرنامج الاحتفال ان شاء الله. الحقيقه دكتور يعني كل جمهور النادي الاهلي ينتظر هذا الموضوع، لانه احنا من بطوله لبطوله، انا هتكلم على كره القدم دلوقتي، لان احنا من بطوله لبطوله ومن مسابقه لمسابقه. خدت بطوله افريقيا التاسعه، لعبت في الدوري، خدت الدوري او كنت بتلعب في الدوري، وبعد كده لعبت العشره، خدت العشره ما لحقتش، لعبت سوبر افريقي فما لحقتش. فالناس حاسه ان لا، فريق كره القدم يستحق التكريم زيه زي بقيه الالعاب الحقيقه، او زي بقيه الابطال اللي موجودين والانجازات اللي حصلت خلال هذا العام في النادي الاهلي. يعني خليني اشارك حضرتك في الراي ان فريق كره القدم في الحقيقه حقق السنه دي هذا العام مجموعه من الانجازات الغير مسبوقه في تاريخ القاره الافريقيه، عشان برضو الناس تبقى متابعه معانا. السنه دي الفريق حصل على البطوله رقم 10، وحصل على البطوله رقم 10 للمره الثانيه على التوالي في عامين متتاليين 9 و10. ده يمكن اتحقق في الفتره السابقه ايضا مرتين متتاليتين في تاريخ النادي الاهلي، لكن في تاريخ القاره الافريقيه هو الفريق الوحيد اللي حقق بطولتين متتاليتين مرتين في تاريخه، وده اعتقد انجاز غير مسبوق في تاريخ القاره الافريقيه. ده مهم جدا، وفي الحقيقه ده كان في حرص كبير جدا من مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود ان يبقى في تقدير لهذا الجيل على هذا الانجاز الغير مسبوق. هذا الانجاز الغير مسبوق ايضا سبقه انجاز كبير وهو الفوز بكاس السوبر الافريقي ايضا. ده كان واحد من اهم الانجاز في هذا العام. الانجاز الثالث ايضا هو الفوز بالميداليه البرونزيه في بطوله كاس العالم للانديه. مزبوط. وايضا ده كان واحد من الانجازات اللي اتحققت من فرقه وجيل ايضا يستحق التقدير ويستحق التكريم من كل منظومه النادي الاهلي، فده كان سبب رئيسي لتنظيم هذا الاحتفال بهذا الشكل. وايضا ورد احصل بتصاحب هذا الانجاز هو تغيير شكل معلش يا دكتور سعد، تعالى يمين او شمال شويه علشان الصوت. دكتور سعد كده حضرتك؟ انا كده سامع. يا فندم اتفضل يا فندم. تمام حضرتك. فايضا زي ما بقول لحضرتك احنا كمان عندنا تغيير في شكل العلامه التجاريه، يمكن ده سبق ان احنا عملناه. أيوة. لما حققنا الفوز ب 40 بطوله، وده كان النجمه الرابعه على تشيرت النادي الاهلي، وكان ده برضو مصاحبه احتفال ضخم ايضا، لان ده مهم النهارده في عمليات التسويق والعمليات التجاريه اللي النادي الاهلي ايضا رائد فيها، وبالتالي بيحصل هذا التغيير من حيث التصميم في شكل العلامه اللي احنا بنرخص بيها لشركائنا الاستراتيجيين في مجال كره القدم تحديدا، او المصاحبين لفريق كره القدم. ده ايضا احنا بنبقى حريصين عليه، وان احنا نعمله بالشكل القانوني اللي بنرخص بيه لكل الشركاء من الشركات الراعيه او شركائنا في العقود التجاريه من الشركات الوطنيه. اذا ستكون من الواضح انها ستكون احتفاليه كبيره لكل الابطال اللي متواجدين في النادي الاهلي، خصوصا ابطال كره القدم. كابتن اسلام سامعني كده يا كابتن اسلام؟ يا فندم سامعك. بقول لحضرتك اذا من الواضح انها ستكون احتفاليه كبيره لكل الابطال اللي متواجدين في النادي الاهلي او اللي عملوه خلال هذا الموسم، وخصوصا فريق كره القدم يا فندم، صح كده؟ في الحقيقه يعني خليني ما اسبقش الاحداث، في كثير من التفاصيل احنا في الحقيقه النهارده ناقشناها. عندنا اجتماع في الصباح الباكر مع الكابتن محمود، ان شاء الله هنعرض عليه كل التطورات وكل السيناريوهات اللي احنا بنقترحها، بحيث ان التكريم ده يبقى شامل كل عناصر منظومه النادي الاهلي اللي حققت انجازات ممكن يكون قاصر على فرقه على الاولى، ثم بعد كده يمتد ايضا لمجموعه الانجازات الرياضيه اللي حصلت ايضا الانجازات الاولمبيه، وكان يعني ايضا عندها ميداليه اولمبيه، وكان في قرار صادر من مجلس الاداره بمكافاه
اللاعبه زياد كانها حصلت على الميداليه الذهبيه نعم. وفقا للائحه النادي الاهلي ايضا. فهنعرض بكره التفاصيل ان شاء الله، واول ما نوصل لشكل محدد للفعاليات بتاعه الاحتفال ان شاء الله، ده لازم يبقى جماهير النادي الاهلي تبقى عارفه هذه التفاصيل ومتابعاها اول باول، ونحن حريصين على ان الجمهور النادي الاهلي هو اللي يكون في مقدمه من لديه المعلومه الكامله عن فعاليه هذا الحدث الكبير يصحبه انجازات كبيره في الحي. يا رب دائما ان شاء الله. اخيرا عايز اطمن منك على الامور التنفيذيه داخل النادي الاهلي، وحضرتك كمدير تنفيذي او قائم باعمال المدير التنفيذي، شايف النادي الاهلي رايح لحته عامله ازاي خلال الفتره القادمه ان شاء الله؟ يعني شركات بيتم انشائها وتطورات كبيره في كل الافرع الحقيقه، يمكن احنا هنوضح ده خلال الايام اللي جايه، ولكن نسمع برضو من حضرتك. يعني احنا عندنا مجموعة من الأحداث المتتالية في الحقيقة اللي بتمثل عمل ضخم داخل النادي الأهلي، سواء كان في المنشآت التحتية، سواء كان خاص بالتأسيسات الجديدة، ويمكن حضرتك كنت بتابع الماضي معانا وتابعنا مع جمهور النادي الأهلي من خلال شاشة النادي الأهلي اجتماعات مجالس إدارات الشركات والفعاليات اللي قامت بيها واللي بدأت توصل إلى هذه الشركات وتشتغل على الواقع بالفعل. الأهلي لكرة القدم، شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، شركة الأهلي للخدمات الرياضية، وشفنا القرارات اللي صدرت عن مجالس إدارة هذه الشركات، وكان أهمها زي ما قلنا هو الطرح لحقوق التسمية إن شاء الله هذا الأسبوع. هذا الأسبوع سوف يتم الطرح لقرارات الشروط الخاصة بالاستاد الجديد. دي كلها أعمال موجودة. مش بس كده، كمان عندنا بنية تحتية ضخمة في كل مقرات النادي الأهلي، سواء كان في مدينة نصر، وإحنا بنستعد إن شاء الله في القريب العاجل لافتتاح جراج مدينة نصر بتاعة 700 سيارة. مزبوط. وده واحد من الأحلام الكبيرة اللي إحنا كنا بنحلم بيها في مدينة نصر، أيضا سوف تكون على أرض الواقع وتبدأ تفعيلها من الأسبوع النهاردة. لجان أيضا منعقدة لاختيار العاملين الجدد اللي هيديروا جراج النادي الأهلي، ده موجود في مدينة نصر. بنستعد أيضا للمنشآت الرياضية اللي موجودة في الشيخ زايد، صالة الكاراتيه وصالة الجمباز وأيضا صالة الاسكواش، دي أيضا منشآت رياضية ضخمة بنستعد ليها. أيضا التجمع بيسير في العمل على قدم وساق أيضا، وبنستعد إن شاء الله يكون عندنا ايضا افتتاح ضخم يليق بالتطورات اللي موجوده فيه ويليق بالشكل الجديد اللي بيظهر فيه فرع جديد من فروع النادي الاهلي. ده ايضا واحد من الاعمال اللي احنا شغالين فيها ليل نهار ان شاء الله وبنسابق فيها الزمن. مش بس كده، احنا كمان حريصين على كل الفعاليات. يعني احنا كنا في بدايه اللقاء مع حضرتك بنتكلم على الاحتفاليه الكبيره الضخمه اللي موجوده هيقوم بيها النادي الاهلي، لكن برضه بنهتم بكل الفعاليات الخاصه باعضاء النادي الاهلي داخل المقر الرئيسي وداخل زايد وداخل مدينه نصر. يمكن كان عندنا الاحتفال براس السنه الهجريه في الثلاث فروع ايضا من خلال مجموعه من الاحتفالات كانت موجوده، ايضا في احتفالات كانت منظمه لكل المراحل السنيه بما فيهم الاطفال، ايضا كان عندنا احتفالات خاصه بيهم. ودي كل الانشطه والفعاليات اللي موجوده، ايضا اللجان، انشطه اللجان اللي موجوده في النادي الاهلي، سواء كانت لجنه الشباب، لجنه المراه، عندنا احداث وفعاليات يمكن موجوده على الموقع الالكتروني ده موجود. بنستعد ايضا لهيكله شامله للنادي الاهلي بيتم تطبيقها من بدايه العام الجديد، ايضا عندنا مجموعه من المتخصصين بيقودوا هذا العمل. فيمكن احنا بنستعرض بعض من كل اللي بيحصل في النادي الاهلي. في الحقيقه عندنا خلال 24 ساعة عمل متواصل في سواء كان في الإنجازات الرياضية اللي موجودة وفوز فريق كرة القدم بالبطولة العاشرة وقبلها البطولة التاسعة وقبلها كأس العالم بطولة السوبر الأفريقي وأيضا الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية. عندنا النهاردة رجع النهاردة فريق تنس الطاولة اللي فاز بالبطولة العربية النهاردة، أيضا رجع الساعة 6. وكل النشاطات الرياضية اللي عندها إنجازات على رأسها كرة الطايرة، أيضا اللاعبه اللي حققت ميداليه برونزيه جيانا، وده كانت واحده من الاهداف الاستراتيجيه لمجلس اداره النادي الاهلي بكابتن محمود. النهارده احنا عندنا اهداف واضحه بنسعى لتحقيقها، والحمد لله في توفيق من ربنا كبير ان احنا نقدر نحقق الاهداف
اللي احنا بنذكرها لجمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي. الحقيقه عمل في كل الاتجاهات. يعني انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور سعد شلبي القائم باعمال المدير التنفيذي للنادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين اعمال في كل الاتجاهات، بنيه تحتيه، احتفالات باللاعبين، كل حاجه بتحصل داخل النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين من خلال الدكتور سعد، تسمعوها بودانكم وهتشوفوا بقى خلال الفتره اللي جايه ايه اللي بيحصل ان شاء الله من خلال شاشه قناه النادي الاهلي.